المية اللي كانت الولاد اللي كانوا بيشربوا منها كانت أدت لنتائج بفضل الله مجدية جدا. أنا كنت بحط جرايك المية داخل الشكل الهرمي والولاد دي كانوا بتشرب منها، فالمية دي ليها تأثير إيجابي. ناقشت اللجنة على البحث المقدم من الدارس والمعتمد تسجيله من سيادة الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة في تاريخ 19/9/11 وعنوانه فعالية الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الشكل الهرمي في تعليم رياضة الملاكمة، وبعد مناقشة الدارس على نفس موضوع البحث وبعد اطلاع النتيجة وبعد المداولات، قررت اللجنة بإجماع الآراء التوصية بمنح الدارس أحمد إسماعيل فراج آدم درجة دكتوراه في فلسفة التربية البدنية والرياضة تخصص طب التدريس، وتوصي اللجنة بطبع الرسالة وتداولها مع الجهات المعنية لأهمية العلمية وتطبيقها. شكرا. سيد عميد كلية التربية الرياضية الهرم، انتوا فعلا هتطبقوا الشكل الهرمي في تدريب ابناء كلية التربية الرياضية؟ الفترة اللي جاية بإذن الله ان شاء الله هنضيف موضوع تعليم الشكل الهرمي الى مفردات مادة طرق تدريس التربية الرياضية على ان تصبح موضوع فعال لتنظيره ولتطبيقاته. ويمكن انا وعدت من خلال المناقشة ان ده يتم عن طريق مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نجربها على اولادنا اللي موجودين في مركز الخدمه ونشوف تاثيرها الايجابي كما اتضح من البحث. يعني حضرتك فعلا مقتنع بشكل شخصي جدا ان الشكل الهرمي مفيد لبنيه الاولاد هنا في كليه التربيه الرياضيه. الفيصل ما بيننا وبين اي حاجه هي التطبيق، هي التطبيق والبحث العلمي. البحث العلمي اثبت ان الشكل الهرمي من خلال المناقشه المجموعه التجريبيه ان هي اتحسنت بكثير عن المجموعه الضابطه، وبالتالي انا لا اعترف الا بالعلم. فالعلم واحصائيا اثبت ده بايجابيه، وانا بوعد ان ده هيتطبق باذن الله في مركز الخدمه او سواء على مستوى الخدمه. سؤالي الاخير لحضرتك، ارجو انك تبسط للمشاهد العادي فكره تدخل الشكل الهرمي في رفع اللياقه البدنيه للاعبين الرياضيين. هو البحث ما دخلش في رفع اللياقه البدنيه، دخل في المهارات، بعض المهارات في الملاكمه، ان هناك طاقه كهرومغناطيسيه بتنزل من قمه الشكل الهرمي على قطبين زي ما تم الشرح هنا، وده استخدمه قدماء المصريون، وده من احد اسرار قدماء المصريون. وان الشكل الهرمي اثبت ان بعض الخضروات او صحه بني ادم سواء مصاب بالبرد او الروماتيزم او الام الاسنان انه بيشفى داخل الشكل الهرمي، وبالتالي استخدام الطاقه الكهرومغناطيسيه في الشكل الهرمي وما اثبته نتيجه البحوث بيأثر بالايجاب سواء في اللياقه البدنيه او في المهارات. ألف شكر حضرتك ست العميد، شكرا جزيلا. أنا آسف، ثانية واحدة. دكتور أحمد الأول، ألف مبروك على درجة الدكتوراه. هو بس السؤال لحضرتك، إحنا عايزين نبسط للناس موضوع الرسالة، يعني إزاي هنستفيد من الشكل الهرمي في رفع اللياقة البدنية للاعبين الرياضيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بمنتهى البساطة ليه علاقة بالطاقة الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، واحنا ما نعلمش عنها حاجة. ما بين السماء والأرض علوم ما لا تعد ولا تحصى. باختصار بسيط، احنا لو جبنا شكل هرمي وقعدنا جواه بأبعاد ومقاييس وتوجهات الشمال والجنوب المغناطيسي، الهرم ده هينتج عنه طاقة. الطاقة دي بتساعد الإنسان أو الكائن الحي أو الخلايا الحية عامة في ان هي تتلاشى جميع كل الاثار السلبيه او الطاقه المشتته او الشوارد او كل النواقص او الامراض والحالات اللي ممكن تؤدي للجهد والتعب. الهرم بيبدد كل ده.